مساكم الله بالخير ولقاء جديد مع برنامجكم الراي عشر إلى عشر. لقاءنا الليلة يأتي في أجواء ساخنة صحيا وساخنة سياسيا. في الجزء الأول من اللقاء الليلة هيكون عندنا لقاء هاتفي أو اتصال هاتفي مع وزير الصحة الدكتور باسل الصباح عن هذا الفيروس القاتل الجديد كورونا. هو قديم جديد، نأخذ منه آخر الأخبار وآخر الاحترازات. وكذلك هيكون عندنا اتصال مع أمين سر اللجنة العليا لسلامة الأغذية الأخ عادل صويط، وطبعا ضيفنا الكريم في الاستوديو عضو مجلس الأمة السابق والوزير السابق الدكتور علي العمير. الصناعات الصينية تغزو العالم، والآن الفيروسات الصينية تغزو العالم. الفيروسات لعينة، ما هي مثل البكتيريا، المضادات الحيوية ما تأثر فيها ولا يسهل السيطرة عليها فيها، أو يمكن ما يمكن السيطرة عليها فيها. وسائل الانتقال متعددة، الأنف، العين، الفم، الرذاذ، أعراضها شبيهة بأعراض الإنفلونزا، ممكن تفزع من يصاب بالإنفلونزا إذا ظن لوهلة أنه مصاب بهذا الفيروس اللي يمكن العالم ما عنده عقار مناسب له الآن. حرارة، احتقان، سعال، جاف، أمراض تنفسية رئوية، ممكن يروح بداهية. ماذا يقول وزير الصحة؟ ما أدري. يبدو اتصالنا مع معالي وزير الصحة جاهز. شباب مساك الله بالخير دكتور باسل الصباح. مساك الله بالنور أخوي وليد، وأيضا مساك الله بالخير دكتور علي العمير ضيفك اليوم في الحلقة، حياك الله. الله يسلمك والله يحييك، وأنا سعيد جدا بتواصلك معنا اليوم. الناطق الرسمي للحكومة راح يكون سعيد، لأنه دائما يقولون لنا اخذوا المعلومة من مصادرها وأنتم مصادرها، بس العادة مصادرها مو دائما تشارك ويانا. فكل الشكر والتقدير لك دكتور. دكتور آخر، خلنا نبدأ من الآخر، آخر حدث صار في الكويت اليوم. طبعا احنا ننوه ان انت خارج الكويت وشاكرين هذا الاتصال منك. آخر حدث اليوم اللي تداولوا بقوة اللي هو منع دخول 9 صينيين إلى الكويت، وفي البداية اندفع الخبر بأن هم مصابين أو يشتبه إصابتهم بالكورونا، وبعدين طلع بيانكم وقال لي أسباب أخرى، واللي هي فهمنا أن هي أسباب تخص الفيزا وليس إصابتهم أو شبهة إصابتهم. هل عندك ما تقوله في هذا الشأن دكتور؟ نعم، طبعا في البداية الحدث اللي حصل اليوم بإبعاد بعض المسافرين من دولة أو هونغ كونغ، كان هذا يعني إجراء، بعض إجراء الخطوات الاحترازية اللي قامت فيها الحكومة لبعض الدول اللي يعني معروف فيها وباء الكورونا فيروس الآن، وهي قرار احترازي وتوصية تقوم يعني فيها حكومة الكويت لضمان سلامة المواطنين. ولم يكن في الحقيقة يعني المسافرين القادمين عن طريق دولة خليجية كانوا مصابين في أي مرض، ولكن كان يعني عدم دخولهم هو يعني احترازي فقط. كونك تعلم أخوي وليد وقد يعلم أيضا بعض المستمعين والمشاهدين أن المرض يمر في مرحلة حمل للفيروس، يعني ممكن يجينا اليوم أي شخص حامل مرض ولن يكون مريض إلا بعد أسابيع أو أيام بعد دخول البلد. فهذا إجراء احترازي تتخذ يعني حكومة دولة الكويت ل يعني وقاية مواطنينها. إنزين الدكتور، الآن تم وضع كاميرات حرارية في المطارات والمنافذ، يبدو أنها تكتشف المصاب بالحرارة وبناء عليه ممكن نحدد أن هذا هو الشخص المصاب، صحيح؟ أو المشتبه بإصابته. نعم. طبعا ارتفاع درجة الحرارة هي أحد أهم الأعراض يعني لفاشية كورونا الجديدة، ولكن لا يقتصر ارتفاع درجة الحرارة على الكورونا. مثل ما تعلم
واعلم المشاهدين ان الحراره نتيجه تتشابه مع اعراض كثيره من اعراض الفيروسات مثل الانفلونزا الموسميه اللي اليوم هو موسم لها، وكثير من الفيروسات والتهاب البكتيري، ولكن يتم عزل هذه الحالات وتصفيتها للمعرفة هل هي حالات إنفلونزا طبيعية أو هي حالات لا سمح الله لكورونا جديد. إنزين دكتور، إذا اكتشفنا شخص في المطار والجهاز الحراري بيّن أن هذا مرتفعة حرارته، هو ممكن يتم التحفظ عليه أو على دخوله أو إعادة فحصه أو وضعه في حجر صحي، ولكن ماذا عن اللي كان قاعد يمينه وشماله قدامه وراه اللي خدمه اللي ختم؟ هذا شنو يعني؟ هل هيتم فحص كل المجموعة أو يتم فحص كل الطائرة أو من كانوا في الطائرة اللي أتى فيها هذا المسافر المشكوك فيه؟ طبعا بالضبط، هذه توصيات تقوم فيها إدارة الصحة العامة ومنع العدوى بعمل استبيان بعد عزل المشتبه بإصابته ومعرفة بالضبط خط سير رحلته، من أين أتى، كم قضى في أي دولة، هل كان في مصابين آخرين معه قبل لا يصاب هو في المرض، وايضا في رحله الطياره كم ما هو رقم المقعد اللي كان موجود فيه ومن اللي كانوا بالخلفه وامامه. ويتم ايضا يعني عمل والابلاغ الجهات او السلطات، قد يكون هو جاي عن طريق كونكشن فلايت من دول اخرى، فيتم ابلاغ السلطات في هذه الجهات ايضا بتتبع هذول المصابين حتى لو كانوا مو بالكويت، لتتبعهم وايضا الكشف عنهم، وهذا يعني جزء من التعاون الدولي يعني للتصدي لمثل هذا المرض عن طريق طبعا منظمه الصحه العالميه وايضا المركز الوطني لمتابعه تطبيق اللوائح الصحيه في دوله الكويت، وهو مرتبط بمركز اللوائح الصحيه الدولي. زين دكتور، انا في البدايه افتيت شوي، تطفلت على مهنتكم وقعدت احكي عن الفيروس والبكتيريا والعلاج. زين هذا كلام واحد متطفل، لكن انت المفروض من يرشدنا في هذا الامر، هل هناك دواء لمواجهه هذا الفيروس وكيف يمكن مواجهته بطريقه المثلى؟ طبعا الان في الوقت الحالي لا يوجد علاج خاص يعني مضاد للفيروس الحالي كونه هو فيروس كورونا جديد. طبعا اخ وليد، الفيروس الكورونا موجود يعني يصيب الانسان بالامراض وايضا يصيب الحيوانات ايضا بالامراض. تم اثبات انتقال 6 فيروسات كورونا في السابق، اذا تتذكروا معنا في عام 2003 كان عندنا متلازمه الجهاز التنفسي الحاد اللي كانت تسمى بسارس بهونغ كونغ، وبعدين وهذه ايضا كورونا، وبعدين في سنه 2012 طلعت عندنا ايضا متلازمه الشرق المتوسط اللي كان لها علاقه بالجمال والنقل الفيروس عن طريق الجمال، والان اصبح عندنا كورونا جديد لا نعلم مصدره او كيفيه انتقاله من اي يعني حيوان بالفتره الحاليه، ولكن كان في البدايه كل الاشارات تعتقد يعني نعتقد بانه هو لا ينتقل من انسان الى انسان، ولكن ينتقل من بعض الحيوانات بالاتصال المباشر مع الانسان، ولكن طبعا سرعان ما تبين عكس ذلك، وان الفيروس بدا ينتشر من المخالطين، وتم اصابه يعني في الصين 17 من الطاقم الطبي المعالج للمرضى يعني هذين. وطبعا اذا يعني اخوي انتم متابعين ايضا تسارع الاعداد، ما زالت الاعداد تعتبر قليله، ولكن سرعه الانتقال هي اللي قد يعني يكون فيها مخاوف ان الزياده في عدد الحالات. اليوم واصل الحالات يعني على حسب ما هو مذكور الى 2700 حاله. اي منتشرة بالصين وأغلب يعني دول شرق آسيا وأيضا أستراليا والقارة الأوروبية في فرنسا وفي كندا وأمريكا. اليوم أيضا
تم يعني تسجيل 80 حالة وفاة، تشكل ثلاثة تقريبا ما يقارب 3% من حالات الإصابة يعني العامة بالكورونا. وإذا يعني من باب المقارنة، من باب المقارنة وعشان بس يكون في وعي أو يعني فهم للوضع الحالي، اليوم الفيروس الإنفلونزا الطبيعي يقدر الوفيات من الفيروس الإنفلونزا الموسمي في العالم 600,000 وفية بالسنة. ما شاء الله. نتيجة التهاب الفيروس العادي اللي هو الإنفلونزا. نعم. الآن نسب الوفيات اللي يلحن قاعد نتابعها يعني بشكل يومي ما زالت يعني بالحد المعقول اللي لن يختلف كثيرا عن متلازمة الشرق المتوسط أو ساس في الوقت الحالي، ولكن مثل ما أحب يعني بينت في البداية هو الانتقال السريع وزيادة يعني الأعداد بشكل يعني مفاجئ بأيام قليلة وصولا إلى 2700 حالة، هذا اللي يعني أدى إلى شوية القلق الدولي بانتشار مثل هذا المرض. ولكن الوقاية، رد على سؤالك، الوقاية من الأمراض الفيروسية عموما هي باتخاذ الإجراءات المتبعة مثل تجنب الاتصال المباشر مع أشخاص لأنهم برد. نعم. أيضا يعني دائما الواحد إذا بغى يعطس أو يكحد يعني يستحسن استخدام المنديل تغطيه للأنف. نعم. والفم، وإن لم يكن فيعني بدال ما حط الواحد حطيه على 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 يعني على الفم والأنف وبعدين يسلم على الناس أو يلمس الأسطح، استخدام أعلى الكوع وقت العطس أساس لا يتم انتقال مثل هذا الفيروس. أيضا غسيل اليد المستمر بالماء والصابون، استخدام الكحول المعقم لليد، أيضا امتناع عن اتصال بالحيوانات وابتعاد عن التجمعات الكبيرة بشكل عام. والمناعة بشكل عام دكتور هي أكبر يعني حافظ، صحيح، المناعة الجيدة للإنسان. يعني طبعا هناك أنت تتكلم عن مجتمع والمجتمع فيه خليط من أصحاء ومرضى. نعم. هناك ناس تشكو من يعني الربو والأمراض المزمنة مثل أمراض القلب، السكر والضغط، هذيل أكيد ناس عرضة أكثر للإصابات يعني في نزلات البرد بشكل عام، وأيضا مثل اليوم مثل بهالحالات وهم أكثر عرضة للحالات الشديدة من الإصابة. أنا شاكر جدا لك دكتور باسل الصباح هذا الاتصال وهذه المداخلة، ما أدري إذا عندك ملاحظة أخيرة تبي تبلغنا فيها أو. نعم، أنا حاب أقول يعني شغلتين. نعم. ننهي اللقاء. أول شيء أنا أحب أكد اليوم من تلفزيون الراي بأن الحمد لله والمنة أنه لا يوجد أي إصابة بكورونا فيروس لحد هذه اللحظة في الكويت. نعم. ولم يتم تسجيل أي حالة لكورونا. ممتاز. في منطقة الخليج العربي. جميل. أيضا يعني أحب أكد أن يعني يليت المشاهدين أو المواطنين دائما يتبعون المصادر الرسمية للحصول على المعلومات وعدم تداول يعني الإشاعات اللي عن وجود حالات أو محالات، وموجود حالات سوف يتم الإبلاغ لأن احنا ملتزمين بيعني اتفاقات دولية ومع منظمة الصحة العالمية، وسوف يتم الإعلان عن وجود حالات إن وجدت. يعني هذا شيء مهم، وأحب أنوه أيضا إن شاء الله غدا سوف يكون في اجتماع في مجلس الصحة الدول مجلس التعاون، اجتماع على جانب المؤتمر في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتم في أيضا النقاش والتعاون الخليجي بموضوع الكورونا، وإن شاء الله نتمنى السلامة للجميع، وإن شاء الله يا رب الله يعني يبعد عنا شر الأمراض ويمتعنا يعني ويمتع المشاهدين والمستمعين معاكم اليوم بالصحة والعافية. أنا شاكر لك جدا وأتمنى لك سفرة سعيدة
وعودة آمنة. شكرا الدكتور باسل الصباح على هذه المداخلة القيمة، شكرا على هذه الإيضاحات الواضحة. وإذا ضيفنا الآخر الكنترول جاهز عشان نكمل موضوع الكورونا ونخلص منه. ألو، اللي هو ضيفنا الآخر اللي هو الأمين سر اللجنة العليا لسلامة الأغذية الأخ عادل السويط. ألو ألو، مساك الله بالخير. يا هلا، مساك الله بالخير، يا مرحبا. أول شيء طمنونا، هل الأغذية في خطر في ظل هذه الحالة يعني القلقة عالميا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اجتمعت اللجنة العليا لسلامة الأغذية يوم الأربعاء الماضي، نعم، وتم مناقشة عدة مواضيع واتخاذ التوصيات المناسبة لها. نعم. أما بخصوص فيروس كورونا اللي هو تكلم عنه، لم يعرض على جدول أعمال اجتماع هذا، وذلك لعدة أسباب. السبب الأول أن منظمة الصحة العالمية WHO توصي بعدم وضع قيود تجارية على جمهورية الصين الشعبية. نعم. بسبب فيروس كورونا طبعا كلمة تجارية هي كلمة عامة يدخل فيها المنتجات الغذائية بكافة أنواعها. ثانيا، حتى وقتنا هذا لا يوجد أي من الجهات الرقابية العالمية المختصة بالرقابة على الغذاء بالتوصية بفرض الحظر على المنتجات الغذائية من جمهورية الصين الشعبية. ثالثا واخيرا، أيضا لا يوجد أي دولة في العالم حتى وقتنا هذا، مستقبلا نعم، ما ندري شنو راح يصير، لكن إلى وقتنا هذا لا يوجد دولة قامت بالحظر على المنتجات الغذائية من جمهورية الصين. طبعا متى ما ظهر للجنة العليا لسلامة الأغذية أدلة جديدة تثبت انتقال المرض عن طريق الغذاء، أكيد راح يكون هناك اجتماع طارئ للجنة لاتخاذ التوصية المناسبة إن شاء الله. فبإذن الله عدم اتخاذ أي إجراءات بمنع استيراد هذه الأغذية مؤشر على أنه إلى الآن لم يتم اكتشاف انتقال المرض عن طريق الأغذية. طبعا احنا جينا من الصين لحوم ومعلبات وفواكه ومنتجات صلبة أخرى اللي هي المنتجات العادية، فإلى الآن لا نشعر بالقلق من استخدام المنتجات الصينية في الكويت، المنتجات الغذائية أقصد. نعم، إن شاء الله إلى الآن الأمور إن شاء الله طيبة. خليجياً لم يحدث أي حظر أيضاً، بما أن لم يتخذ أي قرار من الجهات المعنية العالمية، خليجياً أيضاً لا يوجد شيء، صحيح؟ أنا ذكرت أن لا يوجد أي دولة في العالم. أضف إلى هذا أن دول الخليج بينهم مركز الإنذار الخليجي السريع، جميع نعم، دول الخليج مشاركة فيه، وتقوم هذه الدول بإرسال أي إخبارات أو إنذارات تخص الغذاء حتى يتمكن جميع دول الخليج بمعرفة هذه الإنذارات، وبالتالي يتم اتخاذ التوصية المناسبة حسب النظم اللوائح المتبع لدى كل من هذه الدول الأعضاء. إلى الآن الأمور إن شاء الله طيبة ومستقرة، وإن شاء الله ما في إلا العافية إن شاء الله. بإذن الله ما في إلا العافية، وأنا شاكر لك جدا هذا الإيضاح الأخ أمين سر اللجنة العليا لسلامة الأغذية عادل صويت. ألف شكر أبو إبراهيم، ما قصرت. نطلع فاصل ونرجع مع ضيف الاستوديو ونتحول من الكورونا والفيروسات إلى الأمراض السياسية في الكويت. نطلع فاصل ونرجع. مساكم الله بالخير من جديد. عدنا وعاد معنا الآن ضيفنا في الاستوديو اللي هنكمل معاه هذه الليلة، الدكتور علي العمير، النائب السابق والوزير السابق وأمين عام التجمع الإسلامي السلفي. مساك الله بالخير. الله يمسيك بالخير يا أبو خالد، ومشكور على هذه الدعوة الكريمة، وحي أيضا السادة المشاهدين، وإن شاء الله يكون لقاءنا موفق بإذن الله. زين، أنا قالوا لي أنت شوي تعيبين اليوم، شوي طال عمرك، ماكو حرارة. لا لا، ما في إجراءات عزل لا لا أبدا، لا تحاتي. لا ما نحاتي إن شاء الله. زين دكتور، حضرتك دارس كيمياء، نعم، ولك يعني
في الاختصاصات العلمية، هل عندك يعني من قراءاتك من اطلاعك شيء تقوله على موضوع كورونا أو تعقب على اللي سمعته من؟ والله طول العمر يعني عقب ما يعني تكلم الدكتور باسل جزاه الله خير، فلا شك بأن ما بعد كلامه يعني كلام بما يتعلق بالكويت، لكن معلوم مثل ما تفضل يعني معاليه بأن هذا الفيروس ليس يعني يقاوم بالمضادات الحيوية، وإنما هو يأخذ دورة سبحان الله وبعد ذلك ينتهي، لكن أكيد يقضي على من يعني يواجه مثل هذه الأمراض. ولا شك بأن يعني موضوع الصحة يعني عندنا بالكويت موضوع مهم جدا، والحمد لله يعني حقيقة ليس مجاملة، لكن نقول أن أمثال الدكتور باسل جزاه الله خير وفريق العمل اللي معاه الآن في وزارة الصحة هم يعني يتولون مثل هالأمور الصحية، ولذلك يعني إن كان لنا تعليق هو دعاء أن الله عز وجل يحمي بلدنا من هذا الفيروس. ولا شك بأن انعكاسات اليوم ما انعكاسات صحية فقط، يعني ظهر له انعكاسات حتى اقتصادية صحيح. نتيجة التبادل التجاري يعني بين الصين وبين بلدان العالم. وأيضا الأخ أبو إبراهيم جزاه الله خير أمين سر اللجنة العليا للأغذية وحديثه عن أن لم يثبت إلى الآن أن هذا الفيروس ينتقل من خلال الغذاء، فهذا تطمين بأن نأكل وإحنا مرتاحين الحمد لله يعني، ولم يصدر عن منظمة الصحة العالمية أو منظمة الأغذية أي شيء بهذا الخصوص أنهم يحظرون أو يمنعون منتجات الصين، فهذا يجعلنا يعني في درجة كبيرة من الاطمئنان، ونسأل الله أنه يعني يلطف ويحمي هذا البلد من أي فيروسات ومن أي أمراض. اللهم آمين. ندعو الله معك بالسلامة للجميع. إنزين، نبدأ من آخر الأحداث السياسية أبو عاصم، من واقع خبرتك البرلمانية والوزارية، غدير تطير ولا ما تطير؟ والله وزيرة الشؤون نعم. طبعاً مع حفظ الألقاب. أي نعم، يعني بصراحة كل يوم تطلع لستة وكل يوم تطلع كشف من المؤيدين لطرح الثقة، وبعد يمكن ساعة أو ساعتين ينفى هذا الكشف وبأنه غير صحيح. أنا أعتقد اليوم يعني ما بين حقيقة بعد بشكل نهائي أعداد المؤيدين لطرح الثقة، لكن في مؤشرات معينة يعني تعودنا في الاستجوابات الماضية أن بعد الاستجواب مباشرة يظهر من يصرح دعما أو تأييدا لطرح الثقة. أعتقد إلى اليوم اللي صرحوا مع طرح الثقة أكثر من اللي صرحوا مع إعطائها ثقة للدكتورة غدير، فلذلك المؤشر إلى الآن يتجه ليس يعني في صالحها، والله العالم العدد ما هو بسيط، المطلوب العدد المطلوب 25 يعني نص زائد واحد من أعضاء المجلس، وبالتالي يعني لم يصلوا إلى هذا العدد مع ملاحظة أن الحكومة لا تصوت. طبيعي الحكومة ليس لها دخل في تصويت في طرح الثقة، فيعني الله العالم شو اللي يصير خلال الأيام القادمة لأربعة فبراير، باقي يعني الحقيقة قرابة الأسبوع تقريبا، ممكن أنه يعني تظهر بعض المواقف بشكل أوضح. عضو مجلس الأمة الأخ صفاء الهاشم اليوم لها تصريح تمتدح غدير وتقول أنها ما معناه أنها قوية وعنيدة وسوف تواجه الاستجواب، وقالت أن من يؤيدون استجوابها قالوا نتغدى فيها قبل ما تعشى فينا، يعني المقصود يعني أنها وزيرة على الشؤون وبالتالي مشرفة على جمعيات خيرية وبالتالي يتوقعون منها يعني إضرارا بجمعياتهم أو رقابة مشددة أو أيا كان، فقالوا نخلص منها. تتفق مع هذا الرأي؟ أنا لا أتفق، لأن محاور الاستجواب التي قدمت ليس فيها هذا، وإحنا دائما يعني نحكم على الأشياء بصراحة دون تفسير للنوايا ودون تفسير لتأويلها. فاللي حصل أن الاستجواب قدم، والمحور الوحيد اللي تكلم فيه الأخ عادل دكتور عادل، وتفرع منه إلى أشياء أخرى تتعلق في يمكن بعض مخالفاتها للقانون يعني خلينا نقول زعمه أو برأيه، ثم بعد ذلك تم التوقيع على طلب طرح الثقة. ولا أعتقد أن كل من وقع اليوم على طلب طرح الثقة هو أيضا حريص أو خلينا نقول يحاتي الجمعيات الإسلامية أو جمعيات النفع العام، مع احترامنا للجميع. فأعتقد أن هي أكبر يمكن قضية، وأنا يمكن تواصلت مع بعض الأعضاء، بعضهم حتى من طرح يعني موضوع الثقة، أبرز يمكن قضية أقنعتهم هي قضية المخالفة
لقانون رعاية المعاق أو رعاية ذوي الإعاقة. فهذا الموضوع هو اللي خلى بعض الأعضاء يقتنع أن في مخالفة صريحة، من يرعى المعاق يجب أن يتفرغ له تفرغ تام. ليس معنى ذلك أنه يجلس في البيت 24 ساعة، لكن يعني أن لا يرتبط بوظيفة أخرى. فيبدو أن هذه القضية خالد هي اللي مو شوية مو من حق اللي يرعى معاق إذا قرر أنه تعب تأذى محتاج يغير سنحت له فرصة أنه يرد يعمل، يرد لكن بإخطار الهيئة وبيت ما لحقت بسم الله لحقت. لا لا مو عن الوزارة نتكلم عن كعضو هيئة تدريس في كلية القانون، لا نتكلم عن منصبها الوزاري. صح كلامك منصبها الوزاري ما لحقت، لكن بعد أن تفرغت أنها أثناء عملها كعضو هيئة تدريس بس عمل هيئة التدريس أيضا مو ذاك. بغض النظر أبو خالد هي في ارتباط ولا ما في ارتباط يمنعها من الوصول إلى المعاق إذا احتاجت إليه ولا ما يمنعها؟ أنا أتكلم الآن يعني برأي موجه، ولكن أتكلم وين الدولة اللي يقولون لنا حكومة إلكترونية وربط بيانات ومش عارف إيش؟ هل إحنا عايشين في أكذوبة؟ لا يعني ما هذه كلها جهات في الدولة. صحيح بس ما يعني أنا إذا ما أخذ تقاعد المفروض هذا ما يقبلني. والله يفترض أبو خالد كلامك صحيح يفترض. حكي عن جامعة. نعم الجامعة هي جامعة تتبع القطاع الخاص، ما هي جامعة حكومية، جامعة خاصة، وتعينت في هذه الجامعة الخاصة الله العالم على بند مكافأة أو تعيين كامل. لكن يبقى أن المسؤولية شخصية هنا، المسؤولية الدكتورة غدير يوم عزمت أنها تلتحق بعمل سواء حكومي أو في القطاع الخاص تخطر الهيئة العامة للإعاقة بأن ترى رعايتي للمعاق الآن تغيرت وأني لا أرعى المعاق رعاية تفرغ تام، لأنه تفرغ تام يفترض. وهذه القضية تخرجها من الحرج لأن هي مقسمة الآن على احترام الدستور وقوانين الدولة، وهذا فيه مخالفة الحقيقة لا شك أبو خالد. احنا اليوم لا نتكلم بالعاطفة، تستحق أعتقد أن فيه مخالفة. هذا تقدير طال عمرك حقيقة نتركه للأعضاء، للأعضاء يقدرون أن هذه المخالفة هل هي تصل إلى درجة طرح الثقة أم لا، لكن ما في شك أن فيها مخالفة ما في شك. إنزين أداءها في الاستجواب، نعم تقييمك لا شنو؟ أنا أعتقد أن أداءها كان رد الحقيقة، رد على ما طرح، كان رد على الجزئية اللي تتعلق باتهامها بأنها اتهمت النواب أنهم يغازلون قواعدهم الانتخابية، وهي بينت بأن حديثي لم يكن موجه للنواب، كان بشكل عام من انتقدني كان يغازل قواعد الانتخابية. أنا أذكر نص التصريح، ما في ما هو مخصص لنواب. أحسنت في هذه الجزئية أذكر. نعم قد تعذر يعني في هذه الجزئية كلامها عام شامل يشمل النواب وغير النواب، وهني يعني طالما أنها هي قالت بأن لا أقصد النواب خاص يعني الآن بكلامها أنها لا تقصد النواب بهذا التصريح، وما في ما يثبت حتى لو قصدت النواب أنا أعتقد أنه يظل في خانة الرأي. لكن الجانب الآخر اللي هو الحقيقة يعني قضية رعايتها لمعاق والتحاقها بعمل، هذا راح يأثر حقيقة لا محالة أبو خالد. وأنا أعتقد يعني مثل منصب الوزاري أبو خالد، الآن منصب الوزاري لا يتيح لك بأنك تجمع بين المنصب الوزاري وبين أي وظيفة أخرى، حتى أعضاء هيئة التدريس كان القانون أول يسمح بعدين لا خلاص يعني حتى عضو مجلس الأمة أصبح يتفرغ تفرغ كامل. ونفس الشيء ما نص عليه قانون رعاية المعاقين بأن يكون التفرغ تام. زين أبو عاصم إحنا اللي نسمع الحين أن الحكومة ما لها نية تفتح الكيس في الدفاع عن وزرائها اللي يواجهون استجوابات. سمعت مثل هذا؟ والله أنا ما سمعت، لكن لو كان فهو خير وخالد يعني خير. نعم أكيد بمعنى أن لمتى الاستجوابات هذه سوف تتسبب في ابتزاز الحكومة لقضايا غير قانونية وغير شرعية. يعني هم نتكلم بس عن اللي تفضل فيه الجيب وما الجيب، نتكلم عن علاج بالخارج، نتكلم عن منافع معينة أخذها النائم مقابل والله أني بوقف معاكم بس حققوا لي هذه المنافع من توظيف من تعيين. أنا الكيس أقصد فيه كل المنافع، كل المنافع يعني نعم. إن كان مادية فرص تجارية فأقول والله أو يعني معاملات واسطة. أتمنى الحقيقة يعني أتمنى من حكومة الشيخ صباح الخالد أن فعلا هذه الأمور تغلق والنواب يتحملوا مسؤوليتهم. إذا فعلا النواب تعسفوا في استخدام الاستجوابات للشيخ صباح الخالد أن يرفع عدم التمكن من التعاون مع هذا المجلس اللي الآن في نهاياته والكل يتحمل مسؤوليته.
أما إن والله كل استجواب بيسبب ابتزاز للحكومة هذه قضية مشكلة وتخضع للحكومة. نعم. حقيقة هذا فيه تفويت لمصالح البلد، وأيضا ما يكون الأمر منضبط في الممارسة الصحيحة للاستجوابات، لأن النائب أيضا إذا شعر أو مجموعة من النواب شعروا بأن بتعسفهم هذا ممكن هذا يكبدهم المجلس بكبرى، ممكن يرجعون إلى الشارع مرة ثانية ويخوضون انتخابات ويتحملون مواجهة الشعب وتكاليف الانتخابات، لا شك بأن الأمور ستكون أفضل وأرشد. نتمنى ذلك. نطلع فاصل صغير أبو عاصم ونرجع على محور جديد في لقائنا الليلة. نطلع الفاصل ونرجع. مساكم الله بالخير، عدنا من جديد ونرجع بمحور جديد. بس قبل أن نرجع المحور الجديد كنا نسولف بالفاصل عن قرار وزيرة الشؤون اليوم تجاه الأخت شفيقة العوضي في هيئة الإعاقة. عندك تفسير؟ لا أنا أذكر كانت دائما هي مثار نقد من قبل بعض النواب، فهل مثل هذا القرار ممكن يخدم الدكتورة؟ يعني هو أبو خالد يحتمل أمرين. أيه؟ هل هو فعلا مثل ما تفضلت أنه والله شفيقة يعني قوية وتواجه النواب، وبالتالي مجرد إعطاء إشارة للنواب ترى أنا شلت أو خدت صلاحيات من الأخت الدكتورة شفيقة، ولا الأمر الثاني أنه يعني قد يكون أنه مو راضية خلال الفترة هذه البسيطة اللي جلستها من تعامل الدكتورة شفيقة مع بعض ملفات الإعاقة، وربما هناك تسريبات معينة وصلت. فأنا أخذ موقف من يعني الدكتورة شفيقة. كلا الأمرين يحتمل، بس طبيعي أنه يعني القرار صدر بعد اجتماع مجلس الوزراء، فأكيد أنها عرضت أمر على مجلس الوزراء. نعم. نعم. وأكيد أنه قبل مبرراتها. نعم. إنزين، خلنا بالملف الصعب، السلف والانتخابات. نعم. أنت أمين عام التجمع الإسلامي السلفي، ودائما يقول الله في كتابه الحكيم، دائما نقول هذه الآية الكريمة: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أليس الأجدر بكم أيها السلف أن تطبقوا ما ورد في كتاب الله في خلافاتكم؟ أنا أشوف خلافات السلف يعني قاسية جدا وحادة جدا، وكأنكم ابتعدتوا عن التوجيه الرباني في أساسيات الخلاف. الله يجزيك خير أبو خالد، ممتاز، يعني جزاك الله خير. بدأت إنه هو الملف اللي تقول الصعب، أوف على سؤالك صعب، لكن اللهم لا سهل. قبل ما نبدأ بشوية يعني. الله يبارك فيك. شوف طال عمرك أبو خالد، يعني إحنا كتيار سلفي يمكن نالنا ما نال الآخرين من التصدع من الاختلاف. واليوم التيارات دون ذكر أسمائها أعتقد أنها جميعها أو أغلبها لم يكن جميعها في نوع من التصدعات ونوع من الخلاف اللي طرأ، وأصبح البعض من رموز هذه التيارات يظهر مع حضرتك أو مع بعض المقدمين البرامج يقول لا يبقى أنا مو منهم، لا ينتبه إلى جماعة فلان أو جماعة فلان. يعني مثل هذا التحلل صاير. احنا كتيار سلفي لسنا حزب خالد، وليس لدينا اطار حزبي يمكن يحيط فينا بحيث انه يرجع من يختلف معنا انه والله لا الحزب قيمته اكبر وكذا. لا والله، احنا امامنا اللي تفضلت فيه الايه: ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. من هو اولى بهذه الايه؟ هم ليس حزب السلف او جماعه السلف، الاولى فيه طال عمرك المجتمع اللي احنا نعيش فيه. ولذلك وبالتأكيد يعني نعم لكل المسلمين، لكن أحسنت. السلف يطرحون أنفسهم يعني كأكثر الناس تمسكا بالقيم والمبادئ والإسلامية والحديث الشريف. نعم. وبالطبع فوق كل هذا القرآن الكريم، ما في شك بخالد. بس أنا شفت صراعات السلف يعني حادة مراجع، يعني ما أعتقد أن لهذه الدرجة. يمكن طال عمرك التباين واضح والتباين ظاهر، لكن ما في بين منو يعني بين مجاميع السلف اللي افترقت.
اللي كنا قبل ظهور الأحداث وقبل الربيع العربي كنا جماعة، واليوم أصبحنا يمكن جماعات بعد هذه صرت أو جماعات يعني وجماعتين. أنا ما أقول جماعات لكن مجاميع، خلينا نقول إيه مجاميع طال عمرك. لا لسنا إحنا يعني مجموعتين، في مجموعة لا زالت مقاطعة، في مجموعة مشاركة، مجموعة مقاطعة نعم، ومجموعة تشارك بعد ما قاطعت ردت وقالت إحنا بنشارك، ومجموعة طال عمرك اللي هي ملتزمة لا زالت تحت اسم التجمع الإسلامي السلفي. نعم. ولذلك يعني الاختلاف اللي صار بيننا أبو خالد هو نتيجة بعض الفتن اللي عصفت في البلد، وإحنا مسكنا خط واضح، خط فيه الحكمة اللي تفضلت فيها، خط فيه الحمد لله الرعاية لمصالح البلد العليا، خط ليس فيه نوع من الانخراط في مظاهرات واعتصامات وتأييد ل يعني قضايا كانت تضر الحقيقة في البلد. تمسكنا بهذا الأمر، لا زال هو منهجنا، ما قاطعنا، ما طلعنا مظاهرات، ما طلعنا اعتصامات، ما سبينا، ما شتمنا، تمسكنا بأمورنا. غيرنا يمكن لا رأى له رأي آخر، أنه يقاطع، أنه يحمل مواقف معينة، أنه يحمل يمكن حتى أفكار معينة، هذا لا نستطيع، ما لنا سلطان عليه أبدا. التجمع الإسلامي السلفي طال عمرك الموجود حاليا هو التجمع اللي مارس السياسة قبل الربيع العربي، وكنا ذاك الوقت فريق واحد. اليوم من هو اختلف معانا، من هو شط، من هو راح، من هو ابتعد، خالفنا، وبعضهم رجع يعني بعد المقاطعة، بعد ما قال أنا مقاطع وأن هذا المرسوم الصوت الواحد تعدي على صلاحيات الشعب والسلب لإرادة الأمة، ومن كلمات اللي كنا نسمعها رد وشارك في الانتخابات وأصبح يعني عادي، لكن ما رد إلى التجمع الإسلامي السلفي لسبب أو آخر. إحنا يعني الحمد لله أيضا كجماعة مفتوحة على الجميع، ونرحب بالتعاون بالتنسيق بالائتلاف، وهذا مثل ما تفضلت شيء ربنا أمرنا فيه، ولكن مصلحة البلد العليا هي أغلى ما عندنا. يتنكحها شرقة أشوى مو مني يمكن لأني أحوس بموضوع ما حاولتوا ترقبون الصدع يعني الحين والله. إحنا عندنا تيار اللي هو في الأخ خالد سلطان، واللي في عبد اللطيف العميري، واللي في هذا المقاطعين، وفي تياركم اللي من الأساس هذا رأيه وما غير رأيه، وفي مثل ما قلت مجموعة بين البينين. ما كان في محاولات لرأب الصدق استعادة اللحمة. هو على كل حال بحمد الله هذه الأمور لم تفسد قوتنا، ولا زلت أتواصل مع الأخ يعني خالد السلطان، ونزور الأخ عبد اللطيف العميري في ديوانيته، والحمد لله الأمور يعني بيننا وبينهم كأخوة في الله قائمة وليس فيها شيء. ولكن هل حاولنا؟ نعم في محاولات ولا زالت مستمرة طبعا. وإحنا طال عمرك يوم ما نزلنا الانتخابات بخالد بالتكميلي رأينا من هو أقرب إلى جماعتنا وإلى منهجنا، وإلى كان معنا في يوم من الأيام اللي هو يعني في الدائرة الثالثة الأخ عمار العجمي، ودعمناه. ليس بينه وبين خصومة. في أي تكميلية دعمته؟ تكميلية الماضية الأخيرة. نعم اللي طلع على الثراء. دعمته الأخ وليد الطبطبائي والدكتور جمال الحربش لما أسقطت عضويتهم، شغر يعني منصب أو خلينا نقول موقع في الثالثة، دعمنا من خلال الأخ عمار العجمي، فإحنا منفتحين على الجميع وليس لدينا خصومة. إنزين لما توصل حالة عندكم أن في شباب يعني ما أبي أقول يستعر من النزول تحت اسمكم، ولكن يعني يعتقد أن إذا نزل تحت اسم التجمع الإسلامي السلفي قد يخسر، وأن لو نزل مستقل هيكون وضع أفضل. تمام. ما يدفعكم هذا لإعادة مراجعة؟ هل نحن يعني أنا اللي أعرف في اختلاف على يعني إدارة التجمع، وفي اختلاف على سياسات التجمع، ما طيب ما احتويتوا الشباب، سمعتوا لهم، عطيتوهم فرصة؟ أكيد أبو خالد اجتمعنا مع الشباب، واجتمعنا مع له رغبة بالنزول، وبينا لهم يعني أنا واحد من الناس لي فرصة في الثالثة، لا زال يعني الحمد لله أخذت ست انتخابات أنجح فيها بحمد الله، ولا زال في فرصة، ومع ذلك بينا لهم بما لا يدع مجال للشك أني أنا ترى مبتعد، أني أنا لن أنزل ولن أخوض الانتخابات. الأخ أحمد الدعي من رموز التجمع الإسلامي السلفي، وهو نائب الأمين العام للتجمع الإسلامي السلفي، أيضا أعطيناهم إشارة واضحة أن الأخ أحمد الدعي لا يرغب في النزول،
وغيرهم حقيقة من الشباب اللي لهم أيضا توجهات، تعالوا يا جماعة دشوا معنا في التجمع وخذوا فرصتكم. نعم. فيعني حقيقة كان في نوع من التحفظ اللي حضرتك ذكرت عند بعضهم، أني أنا لو نزلت باسم التجمع ممكن أخسر، لا خلوني أنزل مستقل، وإذا نجحت ترى أنا منكم وفيكم. هذا غير مقبول بخالد عندنا، إحنا لسنا وصوليين. أيه. ما عندنا يعني حقيقة نوع من تبدل جلدنا أن إحنا يوم تجمع سلفي ويوم لا، أنك أنت أنزل قول أنا مو من تجمع، وإذا نجحت تقول هو ينفي عن نفسه صفة التجمع، ولا ينزل مو بصفة التجمع، ينزل يعني كشخص. يعني أبو خالد لا مشاحة في الأسماء والاصطلاح، أنا بقول والله أنا ماني نازل باسم التجمع وإني أنا مستقل، لكن الرباط اللي بيني وبينكم، التنسيق اللي بيني وبينكم، إني إذا وصلت ترى أنا منكم، أو إني أخدم قضاياكم يعني بهذه الصورة. أنا أعتقد اليوم إذا في التجمع شيء يعني خلينا نقول يستنكف منه، يقول لا لنا يمكن حتى إحنا نخرج من هذا ما التجمع. ما قالوا لكم أبداً، ما يقعدون يعني وياكم، تعالوا يا جماعة هل لكم تحفظ على يعني مواقفنا، مواقف معينة مرينا فيها، لأن هي اجتهادات. يعني إحنا بحمد الله الشريعة ما خالفنا، انتفاعات شخصية ما انتفعنا، يبقى موقف خالفني فيه موقف سياسي نقول هو اجتهاد. اليوم أنت تقف معي، اليوم بكرة لا تقف معي. بعضهم يا أبو خالد اللي كانوا يقولون لا للتشريعية، لا للدستورية، لا لكذا، لا لكذا، دشوا هذا المجلس وغيروا رأيهم. نعم. وحولوا وصوتوا مع التحويل للتشريعية وغير ذلك. هي مواقف سياسية، هذا الموقف السياسي لا يجعلك أنك أنت والله تنسلخ أو تفارق يعني جماعة تعتقد بها إن شاء الله على حق، وأنها جماعة قد تكون داعمة لك وقد توصلك إلى أيضا صدة. نعم. البرلمان. لكن كل الآراء أبو خالد محترمة، من لا يريد النزول باسم التجمع ساحة هسأ كيف أبدا، لكن إحنا كتجمع حريصين بأن نخرج مرشحينا. عندكم الدكتور حمد العبيد أظن، الأخ حمد العبيد. نعم. أو ما أدري، مو دكتور، مو دكتور، الأخ حمد العبيد. نعم. بصدد خوض الانتخابات في الثالثة أظن. نعم صحيح. والأخ عمار العجمي أو الكابتن عمار العجمي بالثالثة عادة تدعمونه بالثالثة. نعم. من معرفتي الشخصية ببعض الشباب، في الأخ جراح الفوزان، فوزان نعم أيضا، أيضا بينزل بالثالثة. صحيح. إنزين، اللي يسولفون اللي يعرفون جراح يعرفون أنه عنده فرص يعني مقبول اجتماعيا وسلفيا. نعم. العبيد هم وجه مقبول و... وعمار يعني عنده تجربة وعنده مواقف. طيب كلكم نازلين بالثالثة، شو السالفة؟ أبو خالد أجرينا الحقيقة نوع من الاتصالات حقيقة مع الأخ عمار. يعني إحنا لو انسحبنا أبو خالد، لو التجمع الإسلامي السلفي اليوم انسحب قال لا تقديرا للمصلحة العامة إحنا كتجمع إسلامي سلفي ما رح ننزل، واسحب يا حمد العبيد، بتم الأسماء اللي ذكرتها، جراح، عمار، غيرهم يعني من وجوه اللي الإسلامية والسلفية الموجودة في الدائرة بتمون. يعني انسحابنا اليوم لو إنه يوحد الصفوف، وهذا بادرنا فيه، بادرنا الحقيقة بالاتصال مع كل الأسماء اللي ذكرتها بارك الله فيك، وقلنا تعالوا يا جماعة ترى راح تجدون آخر الناس حماسا لنزول الانتخابات. هذا الكلام عرض عليهم الحقيقة، وصار في نوع من التواصل معهم، وحتى عقب ما عزمنا على الأخ حمد تواصلنا معهم أن يا جماعة واخروا حقيقة يعني اتركوا فرصة للتجمع، وإن شاء الله تعالى الأيام القادمة بيكون بين تنسيق وبيكون في نوع من التواصل، لأن الهدف الأسمى هو وصول من يخدم قضايا يعني الحمد لله التيار الإسلامي وقضايا العامة في البلد وغير ذلك. فيه هوم ورك بخالد بذل، لكن اليوم حتى انسحاب التجمع الإسلامي السلفي وانسحاب مرشحة لن يرأب اللي تفضل فيه الصفوف أنه بيكون هناك تنازل بنخوض في مرشح واحد. بعدين احنا في بخالد حتى الانتخابات الماضية واللي قبلها واللي قبلها دائما نفاجئ ان فلان يطلع، فلان يرشح نفسه، فلان كذا، وعادي تعدي الامور، ما نحجر على الاخرين. حتى لو من يعني الناس اللصيقين فينا ومن ابناء التجمع، وسبق ترى حتى في الدائره الثالثه في ناس نزلوا من ابناء التجمع، الله ربنا وربكم كيفكم، انا الصادر يعني ما عندكم نفس غلظه الحركه الدستوريه؟ لا والله يا ابو خالد ابدا، ليش يكون عندنا غلظه؟ اذا الله وفقه عسى الله ينفع فيه البلاد والعباد، اي وإذا ما وفق قد يكون درس له إنه خلني أرجع حق إخواني مثل ما صار مع الآخرين، أرجع مع إخواني وأرجع مع يعني تياري وأخدم يعني قضايانا.
فان شاء الله الامور يعني باقي على الانتخابات طال عمرك بحدود يمكن 11 او 10 شهور تقريبا باقي على الانتخابات شويه يعني، لكن لا ربما تركض الواحد ابو خالد ايضا معه ان شاء الله خلينا نقول زيارته للدواوين، طرح اسمه، قياس قيشه، شوفه الاصوات اللي حوله، قد يكون في نوع من التالف ان شاء الله تعالى، تراجع ان شاء الله. انا الكنترول يقولوا لي اطلع فاصل، هذا اي فاصل يا شباب الاخير؟ زين يلا طلعونا الفاصل الاخير وبعدين نكمل وقتنا. ابو عاصم ها باجي لنا دون ربع ساعة الحين هذا المركز. باجي الدوائر، احنا حكينا بالدائرة الثالثة عندكم ما شاء الله ثلاث مرشحين ويمكن اكثر. باقي الدوائر الصورة اتضحت بالنسبة لها؟ الصورة يعني قريبة من الوضوح، يعني بمعنى ان في اسماء الان بصورة ان شاء الله النهائية، يحسم القرار عندهم على واحد منهم والآخرين عندهم قابلية إن شاء الله للتنازل، بحيث أن يكون لنا مرشح في الدائرة الثانية إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. نفس الشيء الخامسة يبذل فيها جهد على أساس نشوف من يعني إن شاء الله الأقرب إلى تحقيق النجاح. الخامسة قد يكون من مخرجات الخامسة تصفيات وليس الفرعيات. يعني هو الحقيقة تصفيات فعلا بخالد. إحنا أصلا اللي يكون عنده هم إنه ينزل وطموح يعني عالي جدا انه ينزل وفي من هو افضل منه لا نقدمه ابدا باي حال من الاحوال، احنا نشوف الافضل وندفع فيه. فهذا وضعنا ان شاء الله بالنسبه حق الخامسه. الرابعه والاولى هي يمكن الدوائر اللي قد نفضل فيها الدعم بسبب يمكن قراءات اجريناها ويمكن معلومات استقيناها من الدوائر هذه ان نسبه النجاح قد تكون ضعيفه، مع ان الاولى كان دائما عندكم مرشحكم وكذا. كان الله يذكره بالخير محمد حسن الكندري ذاك الوقت ينزل، يعني كان عندكم كان مرشحكم نجاح. ليش لا كان معناها قواعدكم شخصيه يعني طال عمرك مو بس هذه القضيه، القضيه انه كان عنده يعني عائله كبيره الحقيقه الكنادره يعني بالاضافه الى التجمع السلفي فيحقق بحمد الله نجاح، لكن قواعد التجمع السلفي في الدائره الاولى لا زالت يعني هذا رايهم طبعا وهذا نحترم احنا رايهم ان قد لا يصلون الى المنافسه والى النجاح، فلذلك قد يفضلون الدعم لمرشح معين موجود. زين ما ودكم تلجؤون للتصفيات عشان الفرعيات؟ فرعيات يعني التجمع السلفي يسوي انتخابات فرعيه في الدوائر ويحسم ويتفق على واحد واحد. لا احنا لا نراعي من هو يعني اثقل كفه فقط. يعني عندنا بموازين الاختيار والنقاط اللي نضعها لا نراعي فقط من هو اللي وراه. يا أخوي أنت إذا تدعم واحد ما عنده الكاريزما الكافية وسقط خسرت مقعد. الله يجزيك خير. دعمت واحد ما يعبي مواصفاتك صح لكن قادر ينجح. أي نعم. هيقدر يحقق لك يا زيدي نسبة من طموحاتك. هو طال عمرك اللي تنطبق على الشروط مو في يعني قاعدة الضرر الأكبر لا هو على كل حال شرعية هم يعني نعم ميزان الموازين هو الثقل اللي عنده الثقل سواء العائلي القبلي هذا موجود طال عمرك يأخذ بالتقييم لكن ليس الوحيد إنما لو أجرينا فرعيات بيكون هو الوحيد بيكون هو الوحيد قد يأتي واحد مثل ما تفضلت لا كاريزما ولا ربما يعني نوع من القدرة على العطاء السياسي ويقول أنا أثقلكم وأكثركم ثقل عائلي ثقل قبلي أو غير ذلك وينجح فما نؤمن أحسن من ماكو لا بالعكس بخالد أنت إذا ما تقط واحد تجازف فيه ومثلك تمثيل خاطئ لربما وتقول والله أنا التجمع السلفي عندي نائب أو عندي ممثل سياسي لذلك إحنا حريصين جدا على أن من يخرج أيضا وندفع فيه يكون شخص قادر على أنه يخوض هذا المجال وبعدين ترى يعني إحنا بروحنا ما ننجح يعني حتى لو نجح من خلال التجمع السلفي في ثقله داخل الجماعة وداخل التيار إذا واجه العالم شلون راح يكون وضعه؟ هل هو متكلم متحدث عنده الشهادة عنده القدرة عنده الإلمام؟ هذه كلها قضايا مهمة جدا يؤخذ فيها. إنزين الصوت الواحد أذاكم
ولا أفادكم؟ شو أبو خالد، يعني الانتخابات طال عمرك اللي مرينا فيها بالصوت الواحد، أنا كنت أحقق المركز الأول مرتين يعني في المبطل الثاني وفي انتخابات 2013 بحمد الله الأول على الدائرة، فارق يعني فارق رقم كبير صوت. نعم رقم كبير جدا. مو هذا اللي أثر علينا، إنما لو إن في نوع من التعديل إنه يكون صوتين بلا شك إنه راح نستفيد أكثر، لأن هني عندك مجال كثير من شبابنا يحرج بين ولد عمي والخالي نازل و يعني واحد من جماعتي، ففي إحراج شديد جدا. نعم. ولذلك ربما فعلا الصوت الثاني يخدمنا. أيوة. يعطي الصوت الأول من يريد من عائلته من مجموعته من يعني الشخص اللي يحرجه، والصوت الثاني يأتينا، فالصوتين أفضل أكيد. يعني لو حصل مثل هذا الأمر، في اقتراحات مقدمة لكن ما أخذت الاهتمام الكافي أعتقد، ولا أعتقد في هذا أي أظن ما راح تمشي، ما صحيح. عاد في فرصة يعني لإجراء مثل هذا. صحيح. زين خلينا نقول ما أدري هل هي الهجمة على الجماعات الإسلامية أو في تقهقر في وضع الجماعات الإسلامية في الكويت وفي المنطقة. صحيح. مش تفسرها في الخلل في الجماعات نفسها ولا في الأطراف الأخرى؟ والله يا أبو خالد يعني عشان نكون منصفين، في ممارسات كانت خاطئة. نعم. خلت يعني مو بس الأنظمة يمكن تتعادى مع التيارات الإسلامية، إنما حتى الشعوب تجد أن لا خلاص نرفض المدرسة اللي تدعو إلى هذا الأمر. وهذا الأمر حصل في الوطن العربي اليوم، نشوف في هجمة يمكن شديدة، بعضهم يريد تكسير التيار الإسلامي لأن التيار الإسلامي بحمد الله له قابلية وله شعبية وله كذا، لكن أيضا بعض الممارسات اللي إحنا مارسناها قد تكون أساءت فعلا. أنت كسلف ولا؟ لا لا، نتكلم عن التيار الإسلامي بشكل عام. نأتي إلى الكويت بشكل خاص، إحنا نعرف أيضا يعني في بعض الممارسات أثناء ما يسمى بالربيع العربي طلعت بعض الشخصيات الإسلامية، بعض التيارات الإسلامية كان لها تعامل غير جيد حقيقة مع وضع البلد هنا الداخلي، من مظاهرات، من اعتصامات، من استفزاز يعني، وهذا الأمر ما يخفى أبو خالد. فإحنا نحمل يعني الطرفين، الطرف في بعض الأنظمة فعلا كانت تريد تحطيم هذه التيارات الإسلامية، لكن أيضا في الجانب الآخر أن بعض الممارسات اللي لا نبرأ أنفسنا منها كإسلاميين قد نكون أخطأنا فيها. دفعتوا ثمن ممارسات الإخوان المسلمين؟ أنا أعتقد أن اليوم أبو خالد بعض يعني الناس ينظر إلى التيارات كلها واحدة خلاص. زي. يعني اليوم طال عمرك لما ينظر إلى التيار الإسلامي البعض لا يفرق بين إخوان والسلف وحزب أمة وغير ذلك، خلاص المبدأ واحد يصير. فإحنا أكيد يعني تحملنا بعض الشيء، إنما بحمد الله يا أبو خالد اليوم أي شخص يأتي ويناقشنا في مواقفنا نظهر إن هي كانت الحق، هي الآن اللي تراجع الآخرين واتوا في صفنا. هذا ضمن نطاقهم، لكن ضمن النطاق العام في البلد ما تشوف الليبرالية تنتشر أكثر؟ صحيح. والطرح الإسلامي يتقلص وينحسر؟ ما في شك. وين المشكلة؟ مثل ما قلت لك أبو خالد يعني قد يكون في ممارسات كرهت يعني هني على الصعيد الشخصي للناس، مش ما نحكي عن لا ما نحكي عن الأنظمة، الحمد لله يعني يمكن حتى احنا بالكويت يمكن اخف عداء يعني بحمد الله بين السلطة وبين التيار الإسلامي، قد تجدها اخف عداء، لكن اللي تفضلت فيه صحيح. اليوم طال عمرك في اشياء طغت، قضية الصوت الواحد، قضية الهجمة الليبرالية، قضية السوشيال ميديا والتواصل، انت ايضا كإسلامي وكشخص ملتزم ما يسعك ما يسع غيرك انك تكذب، انك تدجل، انك تبث اشاعات مغرضه، انك تشوه سمعه انسان انك كذا، وهذه لها اثر مخالف ما في شك. فاليوم نعم في ظهور او غلبه معينه اضعفت التيار الاسلامي. لا عوده التيار الاسلامي ولا ذاهب الى افول؟ لا انا اعتقد مخالف يتم يعني الشعب الكويتي بحمد الله، إذا نتكلم عن الكويت الشعب الكويتي بحمد الله شعب محافظ، شعب محب للدين، وشعب إن شاء الله لن يترك من يحمل يعني شعار الشريعة وشعار الإصلاح العام في البلد أن يتخلون عنه أبدا. ولذلك حتى مجلسنا يعني مجلس الأمة الحالي صحيح إحنا ما إحنا فيه، لكن بحمد الله في وجوه يعني إسلامية وفي ناس يمكن
تقبلهم الشعب وناصرهم وهم أيضا هويتهم إسلامية. فما أعتقد أن لهالدرجة أنه بيكون في أفول وبيكون في خروج. أنا أفول للجماعات الإسلامية، أقصد الجماعات الإسلامية قد يكون في يعني ضعف. الإسلام نعم. كلنا مسلمين صحيح. في النهاية والإسلام نعم. موجود في النفوس نعم. وحتى الليبرالي والحليق نعم صحيح. وأحيانا السفور ما نقدر نقول أنها غير مسلمة لا أو احنا ما ولكن نعم. إيه نتكلم طال عمرك عن من يحمل منهج برنامج إسلامي. إنزين يعني ما حاولتوا تدرسون ليش؟ لا في شنو؟ يعني إحنا سبب مثلا عدم نجاحنا في الانتخابات الماضية تراجعنا، تراجع التيار الإسلامي بشكل عام. درسنا أبو خالد كثير من الأشياء اللي يمكن قدرنا نتوصل لها كمعلومات وأسباب. طبيعي من أهمنا يمكن ما تذكرناه الآن وتداولناه، يعني موضوع أنه في أخطاء ارتكبت، في طال عمرك هجمة قوية مورست علينا، في أيضا عزوف عن التيارات الإسلامية وعن رموز نعم. الإسلامية. الله وفق من وفق أنه ينجح، لكن بلا شك أنه في تراجع. هذا التراجع هل يقود إلى أفول؟ ما أعتقد هذا الأمر. أعتقد أن شاء الله هي يعني جولة فيها كر وفيها فر، فيها نجاح فيها عدم نجاح. وهذا المجتمع وهذه التجربة الديمقراطية، اليوم تجد نفسك غير ناجح بكرة تنجح في الانتخابات، ونتمنى النجاح جزاك الله خير للجميع. أما احنا فعلا تفضل كنا الحمد لله مسلمين وكذا، لكن احنا نتكلم عن من يحمل برنامج إسلامي ومن نقول عنه الإسلامي. زين ما تعتقد المفروض يكون لك مشاركة أكثر فاعلية أنت سيد أحمد باقر؟ يمكن ما زال عندكم قواعدكم، ما لكم نية تخوض انتخابات؟ لا احنا على مستوى القواعد موجودين، أنا الآن والأخ أحمد باقر كلنا في المكتب السياسي، الأخ أحمد لدعي والحمد لله مجموعة كبيرة حقيقة من المخضرمين السياسيين، فشغلنا على قواعدنا موجود وجهودنا المبذولة الحمد لله متواصلة اليوم. إنما للانتخابات طبيعي أن دائما يعني نحاول أن نجند ويعني نوظف الأفضل ومن يستطيع إن شاء الله الوصول إلى. بس أنتوا تقاعدتوا. إحنا يعني الآن في هذه المرحلة لا نأخذ انتخابات. ولكن ربما مستقبلا. الله العالم يعني. الله العالم. الله العالم شيء. أبو عاصم أنا استمتع جدا بالحوار معك اليوم. بارك الله فيك. بهذه الشفافية الجميلة. جزاك الله خير يا أبو خالد. ونتمنى لكم النجاح في رأب الصدوع الكثيرة. اللهم آمين. ونتمنى السلامة للجميع في ظل هذا الوباء، ونراكم على خير الأسبوع القادم. جزاك الله خير وحياك الله. الله يحييك ويجزيك خير، ما قصرت يا أخي.